خلينا اليوم نتناقش فيما لا يقبل النقاش اللي هو الإذعان لأحكام القضاء. هذا حكم واضح ينفذ دون أي سلطة تقديرية للجهة المعنية. المحكمة الإدارية قالت لك في شخص قائسها الأول قالت لك إن أمر الإعفاء هذا فيه يعني شبهة كبيرة متاع لا شرعية وقائم بطبيعة الحال على أسانيد واقعية غير صحيحة، لابد من تعطيل تنفيذه إلى أن يصدر الحكم في الأصل. ما عليك أنت يا وزارة عدل إلا الإذعان لأحكام القضاء، ما كانش نوليه راهي وزيرك العدل ربما لا تدري ولكن أعلم أنها تدري لأن هذا كانت في القضاء الجزائي. راهو الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يشكل جريمة. وزيرة العدل سامحوني في العبارة يعني نغارة، يعني ما تقبلش بقواعد اللعبة. أنت ما تعملت يعني فبركت شيء، هزيته الرئيس الجمهورية صدر هو أمر الإعفاء، تبين بعد الطعن أنه الشيء مفبرك.